السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبة لكم عصير للي عندهم فقر دم، بقى تحفة. عندنا المقادير بقى نقولها مع بعض: فراولة، برتقان، رمان، وبنجر مبشور، ومعلقتين سكر بس. يعني هو هيطلع معاكم حلوين، اللي عاوز يزود بقى يزود، بس انا يعني دي المقادير معايا بتبقى مظبوطة. هنجيب هنا السكر، هنحطه على المية اللي في الخلاط، هنحط بقية المقادير، نحط البنجر. بجد اللي عنده أنيميا جرب العصير ده، تحفة. يعني في أسبوع واحد هتروحي تعملي تحليل مش هتلاقي أنيميا دي عندك نهائي، كله فيه فيتامينات وفيه حاجات جميلة جدا، يعني ليه فوائد. بيطلع على البشرة، يعني بيخلي البشرة ما شاء الله منورة. هنحط هنا الرمان والبرتقان، اي برتقان بقى، بسرة، سكري، بلدي، عادي. حط الفراولة، هنزود عليهم شوية ميه كمان عشان هو اتملى خلاص مننا اهو. هنضربهم وارجع اقولكم في الاخر. بس هنا بعد ما خلصنا طبعا، بعد ما تضربيه في الخلاط بتصفيه كأنك بقى بتشربي ايه، دم بقى. بجد جربوه، تحفة 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 للأنيميا. متنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس واعملوا لايك ليوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.